بقى خلينا نبدأ ونبدأ بداية حلوة جدا، ونبارك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم طبعا، وفي مصر وأنحاء الدول العربية وغيره، وعشاق الأهلي في أفريقيا كمان. الأهلي زي ما حضراتكم شفتوا رسميا في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بعد نجاحه في تخطي وفاق ستيف، يعني نجاح كبير جدا خلينا نقول، لكن في نفس الوقت برضو إنك توصل يعني لنهائي أكبر بطولات القارية في أفريقيا أمر أعتقد يا كريم مش سهل أبدا ومش عادي. ولو البعض ممكن يكون يقول لك عادي يعني احنا ما مش حاجه جديده، على فكره دي تبقى بوزيتيف بوينت او سترينث بوينت للاهلي، لان انت لما تيجي تتكلم ان الاهلي ومنظومته الناجحه وصلت للنجاح اللي يوصل حضراتكم او يوصل البعض دلوقتي من مشجعي الكوره ان هم يشوفوا ان الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات يا كريم يعني ورا بعض بنتكلم على التوالي امر طبيعي، فده نجاح يعني ده حقيقي نجاح منهم. طبعا مرتين الاهلي توج فيهم باللقب، وان شاء الله احنا واثقين ان المره الثالثه والحاليه تكون هتكون يعني في شهر مايو هيبقى فيها برضو نجاح كبير جدا، والاهلي هيقدر ان هو يسعدنا كلنا زي ما احنا متعودين. طبعا في كلام كتير وتفاصيل في الداخل وعن مباراه امس عايزين نتكلم عنها، والمستوى الفني والمستوى المعنوي وبعض اللعيبه، كل ده هنتكلم فيه على مدار طبعا الحلقه والفقره الاخيره لغايه لما نوصل بقى للتفاصيل اللي نهاوند بتقول لحضراتكم عليها دي، لما نوصل لها ان شاء الله في الفقره الحواريه الثانيه.